كولر امبارح اتكلم في المؤتمر الصحفي بخصوص احداث المباراه والتحضير للفتره اللي جايه. نطلع نشوف كولر قال ايه في المؤتمر الصحفي، وبعديه فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع بعض باقي فقرات برنامج الترند. انا زي ما قلت بيبقوا ثلاثه انا اللي بحددهم، واحد منهم هو اللي بيخش، ولكن مش هقول مين الثلاثه التانيين لان الموضوع خلاص، يعني الكره ضاعت خلاص. بالنسبة للنقطة التانية، عشان خاطر نحل المشكلة دي ممكن نحلها عن طريق التمرين، التمرين الفردي أو التمرين المكثف. احنا ما عندناش وقت نتمرن، احنا بنلعب كل يومين كل ثلاث أيام ماتش، وبالتالي بيبقى ما فيش أي وقت إن احنا نقدر نمرن اللعيبة. الوقت النظري أكتر بقى من الوقت العملي حاليا، لأن ما فيش وقت للتدريب مع ضغط الماتشات الرهيب ده. فاللعيب بيحتاج إن هو ياخد ثقة، بيحتاج إن هو يتمرن على الحاجات دي. احنا مش عندنا الوقت ولا الاريحيه ان انا اقدر اشتغل مع اللعيبه بشكل كبير، ان هو ياخد اللعيب ياخد الثقه ويزيد في الحته دي في الامكانيات اللعيبه اللي عندي. ليه العب بثلاثه في نص الملعب وافقد قدرات هجوميه؟ هيبقى كده معناها ثلاثه في نص الملعب زائد الاربعه اللي ورا، يعني بدافع بسبعه. ده معناه ان انا مش هطلع قدام، يعني قدراتي الهجوميه بتقل بشكل كبير جدا، ودي مش الكوره بتاعتي، انا مش هعمل كده. انا فلسفتي اللعيب بيحتاج وقت عشان خاطر ان هو يلعب ويثبت نفسه ويقدر ان هو يعمل الحاجات اللي انا بقول له عليها. لو ايه اللي كان هيحصل لو كان واحد فيهم قبل ما يتغير كان جاب جون، كلامكم كان هيتغير ولا لا؟ هي دي كرة القدم، فيها أحيان قرارات، أحيان ببقى أنا برضو بفكر في حاجة مشابهة، لكن في النهاية هي المدرب هو اللي بيقرر، ودي صعوبة المهنة. أحيانا القرار بيبقى صح، أحيانا بيبقى غلط، هي دي كرة. أنا متأكد إن كنا كسبنا النهاردة ما كانش السؤال ده هيتسأل.